السادسة بتوقيت بغداد، حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم إلى ملفات الساعة وسنناقش فيها. البرلمان يصوت على وزيري التربية والهجرة والمهجرين ويرفض الجربة ويرجئ حسم الداخلية. استعدادات أمنية لتأمين أعياد رأس السنة ومواطنون يتهيئون للاحتفال بالمناسبة. بيع المناصب الحكومية يواصل إثارة ردود الفعل والتظاهر وسط بغداد للمطالبة بالتحقيق وكشف المفسدين. حياكم الله وأهلا بكم إلى التفاصيل. صوت مجلس النواب على نوفل بهاء موسى وزيرة للهجرة والمهاجرين وشيماء خليل الحيالي وزيرة للتربية، وقال مراسل الرشيد أن البرلمان صوت بعدم منح ثقة لفيصل الجربة وزيرا للدفاع مطالبا باستبداله، فيما أرجى مجلس النواب التصويت على مرشح الداخلية داعيا في الوقت ذاته إلى حسم مرشح العدل. بعد حسم وزارتي التربية والهجرة والمهجرين لمرشحين من محافظة نينوى، يبقى تساؤل المواطن المصلي عن جدوى ذلك بالنسبة له بعد أن ذاق الأمرين خلال السنوات الماضية إثر دخول داعش لمناطق المحافظة محيلا إياها إلى ركام. الكابينة الوزارية لا زالت منقوصة بشغور 5 وزارات، كلما قدم رئيس الوزراء مرشحين لها إلى البرلمان اختلفت الكتل السياسية على التصويت عليهم، وهذه المرة فاجأ رئيس الوزراء محافظة نينوى بتقديم مرشحين 2 من محافظتهم لشغر وزارة التربية والهجرة والمهجرين، أمر ربما تحتاجه نينوى المنكوبة بفعل داعش. التفات إلى تمثيل المحافظات في الكابينة الوزارية، ولكن المؤسف له أنه الكابينة جاءت أيضا بالمحاصصة ومحاصصة حزبية و ملء فراغات، يعني بالتاكيد الشخصيتين انا ليس لدي معلومات دقيقه عنهم، لكن هم مو من سكنة الموصل وانما فقط في الاحوال المدنيه، وهذا شيء يعني لن يجدي نفعا، وانما كان المفروض ان تؤتى بالشخصيات، وهناك كفاءات وكوادر يعني عايشه بالموصل، تكون متعايشه الوضع حتى تكون هي قريبه على الواقع الموصل، وليس فقط انه هذا من الموصل وذاك من المحافظه الفلانيه ونملى الفراغات. وزيران من نينوى تنتظر منهم محافظتهم العمل على الارتقاء بها على الأقل، أرجعها على ما كانت عليه وإنهاء أزمتهم الإنسانية والخدمية لما شهدته من دمار كبير أضر بالبنى التحتية. هذه المحافظة الكبيرة العريقة لا يوجد لها ممثلية في الكابينة الوزارية، هناك اتفاقات ومؤشرات أولية تشير بأن يتم تمرير من اثنين إلى ثلاثة وزير في هذه الجلسة، ويبقى وزارة الداخلية والعدل معلقات. بالجلسات القادمة يمكن تمرير وزارة العدل وتبقى وزارة الداخلية للاتفاقات السياسية. من نينوى أو من غيرها من المحافظات يتساءل المواطن المصلي عن جدوى ذلك وما سيتحقق له في المرحلة المقبلة، خاصة أن أسماء سابقة لم تحقق لمحافظتهم شيئا سوى الوعود أو التصريحات التي في غالبها للاستهلاك الإعلامي. محمد سعد، الرشيد. والحديث أكثر عن جلسة اليوم ينضم معنا سرمد الفاضل مراسلنا في البرلمان. مرحبا بك معنا سرمد. سرمد، حدثنا عن جلسة اليوم خصوصا بعد تمرير وزارتين، وزارة المرشح وزارة التربية وأيضا الهجرة والمهاجرين. يعني ربما بقليل من المفاجآت انتهت أو لم تنتهي حتى هذه اللحظة جلسة اليوم، لكن مسألة استكمال الكابينة الوزارية أو نصف ما متبقي من الفريق الوزاري انتهى بقليل من المفاجآت، على اعتبار أن كما هو مرسوم له أن يتم التصويت على مرشحي وزارتي التربية والهجرة، وكذلك يعني لم يتضمن الاتفاق طرح أسماء الفياض ولا الجربة للتصويت، على اعتبار أن الخلافات هي من
تتحكم، لكن بكل أحوال مجلس أو رئيس مجلس الوزراء أنهى ما عليه من استبدال، وكذلك أرسل وأرفق السير الذاتية بموافقة أو عدم يعني اعتراض هيئة المساءلة أو أي مؤشر من قبل هيئة المساءلة والعدالة على ما أرسله من أسماء، وبالتالي يعني صوت مجلس النواب على وزير الهجرة، وكذلك يعني صوت بالبداية على وزيرة التربية. بعد ذلك أعيد احتساب الأصوات، هناك من قال بأنه هذه الأصوات هي غير كافية لتمرير الوزيرة، ومن ثم بعد ذلك صوت على وزير الهجرة وعاد للتصويت مجددا على وزيرة التربية. في مسألة وزير الدفاع سقط فيصل الجربة بالتصويت رغم يعني وصوله إلى تقريبا إلى عتبة الأصوات الموافقة على استئزاره، لكن هذا خاضع ليس لثقافة أو ليس لتوافق النواب بقدر ما هو محكوم بالخلافات السياسية، أي بمعنى أنها الخلافات السياسية هي من تتحكم بالوزراء الأمنية تحديدا، وكذلك وزارة العدل الوزارة المتبقية الثالثة التي بقيت الآن هي يعني الخلافات بين الأكراد. هذا جانب. الجانب الآخر، كان هناك من يتوقع بأنه وزيرة العدل لن تمر، على اعتبار هي كما يطلق هنا في مجلس النواب هي من سنة البناء وليس من سنة الإصلاح. السنة بالتمثيل الحكومي 8 وزارات للشيعة، 6 وزارات للسنة، 3 وزارات للكرد. الآن أصبحت الكفة تميل إلى سنة البناء كما يقال هنا، أصبحت لديهم 4 أو 5 وزارات، وبالتالي مسألة الاستئزار هذا كان يصطدم بعقبة اسمها سنة الإصلاح، الذين اعترضوا على مرشحة وزير التربية على اعتبار أنها هي مرشحة المشروع العربي السيد خميس الخنجر وليست مرشحة تحالف القرار السيد أسامة نجيف المنضوي أصلا في تحالف الإصلاح، وبالتالي يعني عدت وزيرة وأصبحت وزيرة بعد أن يعني حصلت على الثقة المطلوبة داخل مجلس النواب. طبعا هذا الموضوع جرى بسيناريو مشابه للجلسة التي شهدنا فيها تمرير 3 وزراء بغياب الوزراء وكذلك غياب رئيس الوزراء من أجل طرح الأسماء التي من المفترض أن تطرح في الجلسة، لكن بكل أحوال سار الموضوع. فيما يخص الاتفاق، أتحدث عن اتفاق، لا أتحدث عن مجريات الجلسة، أتحدث عن اتفاق واجتماعات سبقت الجلسة. هناك كان اجتماع لتحالف سائرون مع أياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية وكذلك الكتلة النيابية التي في المجلس التابعة لائتلاف الوطنية، دخلوا في اجتماع اتفقوا على ما يأتي. أولا طرح فيصل الفياض وزيرا للدفاع والتصويت عليه، وكذلك تمرير وزراء الهجرة والتربية مع تأجيل وزارتي العدل والداخلية، هذا فيما يخص هاتين الكتلتين. هذا الموقف نسق بالتعاون أو نسق مع بقية الأطراف في سائرون أو في عفوا في الإصلاح والإعمار، لكن ما جرى هو أنه انسحبت سائرون عندما وجدت أن فيصل الجربة أو هو الاسم الأول الذي طرح. كان من المفترض أن تطرح الأسماء الأمنية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ومن ثم وزارة التربية، وكذلك الهجرة والعدل هي يعني محكومة بالخلافات الكردية. 4 أسماء كان يجب أن تطرح، يصوت على كل واحد منها على حدة، لكن عندما طرح ائتلاف الوطنية مرشحه أول مرشح اعترضت سائرون، خرجت من القاعة كسر النصاب. اجتمع الحلبوسي رئيس مجلس النواب برؤساء الكتل، اتفقوا على تمرير مرشحين أو 3 مع الأخذ بنظر الاعتبار مسألة إسقاط مرشح. هذا المصطلح أو هذه الفعالية التي بدأنا نشاهدها في جلستين، يعني يطرح مرشح يتفق على إسقاط سلفا، يعني لا يعني هم متفقون على إسقاط مرشح بعينه. بكل الأحوال سقط فيصل الجربة. طيب نتحدث الآن بحسب الاتفاقات، يعني الآن من الاسم المطروح البديل للسيد فيصل الجربة والذي لديه الآن توافق بين الكتل؟ حتى هذه اللحظة لا رد بشكل مبدئي وأولي من قبل الوطنية أولا، ولا من سائرون أو حتى من قبل الإصلاح والإعمار على من سيتولى حقيبة الدفاع بعد فيصل الجربة. حتى هذه اللحظة لم يصدر لا من رئيس الوزراء، ربما مرشح آخر قدمته الوطنية يعني سابقا بمعية فيصل الجربة، ولا حتى مرشح الآن يتداول في الإعلام. حتى هذه اللحظة يعني الأجواء الآن انتهى مجلس النواب من سيناريو أو من جلسة بدأت عصيبة ربما على بعض الأطراف، منهم من
حصل وزارة وانتهى الموضوع كما كان هو متوقع وكما كان هو راسم لجلسة اليوم، ومنهم من لم يحصل، على اعتبار أن أنا أتحدث الآن عن الوطنية تحديدا، وبالتالي ربما سيترك موضوع الوزراء الأمنيين وكذلك وزارة العدل إلى السنة القادمة، على اعتبار أن هناك على الأقل حقيبة الداخلية لم تحسم. يعني طيب حقيبة الداخلية لم تحسم تضاف. قبل أن ننتقل إلى حقيبة الداخلية، يعني أود أن أسألك، يعني هل فعلا أنه تم انتقال مجموعة من النواب من تابعين إلى الوطنية إلى سنة البناء؟ هل فعلا تم هذا؟ هل هناك يعني بعض النواب انضموا إلى كتلة البناء من سنة الوطنية؟ لم يحصل هذا الشيء بالمطلق. سنة الوطنية هم داخل ائتلاف أو داخل تحالف الإصلاح والإعمار، هم مصرين على يعني مستمرين بالانضمام، وكذلك هم لا ينمون لا من قريب ولا من بعيد، لا من خلال الأحاديث الجانبية ولا من خلال الإعلان الرسمي ولا حتى داخل الجلسة. يعني هناك عادة ما نسمع أنه ربما انضمام بعض النواب لكتل أخرى، أتحدث عن الدورة الثالثة الماضية، يعني لم نخبر بموضوع انضمام نواب من البناء إلى الإصلاح والإعمار ولا من الإصلاح والإعمار إلى البناء ولا طيب. حتى من كتلة إلى كتلة داخل التحالف نفسه. طيب هل هناك توافق أن يكون مرشح وزارة الدفاع من الوطنية أو نقول سنة البناء والإصلاح؟ بالتأكيد مرشح وزارة الدفاع هو من حصة الوطنية، هكذا تقول الوطنية، هكذا يقول الإصلاح والإعمار، وهكذا يعترف البناء، على اعتبار أن الوزارة الأخيرة المتبقية أو ربما بقيت وزارتين، على أي حال يعني الوزارة هذه وزارة الدفاع هي من حصة الوطنية كما قلت، يعترف البناء بهذا ويقر الإصلاح والإعمار بأنه هذه الوزارة هي من حصتهم. ربما لو في حال سقطت جربة سيرشحون آخر من الوطنية، هذا بشكل مؤكد ونهائي وتام، على اعتبار أن هذه الوزارة هي من حصة الوطنية والوطنية هي من ترشح بديلا عن الجربة. وحتى في حال سقط المرشح الجديد الذي يعني سيرشح بديلا عن الجربة، حتى في حال سقط فسترشح الوطنية، يعني تستمر بترشيحها لأنها هذه الوزارة من حصتها، كما شاهدنا في مسألة وزارة التربية سقطت مرشحة عن المشروع العربي ورشحت مرشحة بديلة عنها، لكن الحصة هي محفوظة للكتلة أو التحالف أو الجهة، لا يجوز يعني هكذا هي الأعراف. طيب سرمد، في سؤال أخير نظرا لضيق الوقت، يعني هل هناك الآن توافق بين الكتل على يعني بديل عن السيد فالح الفياض؟ هل هناك توافق أم لا زال سيد فالح الفياض المرشح الوحيد لوزارة الداخلية باختصار لو سمحت؟ يعني هناك توافق على التوافق، على اعتبار أنه فالح الفياض حتى قبل قليل التأجيل ربما جاء من صالح البناء وليس من صالح الإصلاح والإعمار، على اعتبار أنهم لا زالوا حتى الآن يحتفظون بمسألة الفياض مطروحا لوزارة الداخلية، ربما التأجيل هو في صالحهم على اعتبار أنه هو يقوي موقفهم بشكل أو بآخر، على عكس ائتلاف الوطنية الذي خسر مرشحه وربما سيبحث الآن عن مرشح بنفس مواصفات الجربة، إن كانت هناك مواصفات لكل مرشح. أتحدث بالمفهوم العام والمفهوم الذي يجب أن يمتاز به كل مرشح لوزارة معينة في حكومة عادل عبد المهدي، وبالتالي يقنع أولا عادل عبد المهدي بضرورة أو بإنجازات أو بشخص المرشح الجديد، وكذلك الكتل الأخرى في مسألة الاسم الذي من المفترض أن يطرح. مراسلنا من مجلس النواب سلمد الفاضل، شكرا لانضمامك معنا، شكرا لك. أما ملفنا الثاني فهو استعدادات أمنية لتأمين أعياد رأس السنة، ومواطنون يتهيئون للاحتفال بالمناسبة. تزامنا مع بدء مظاهر الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، باشرت الأجهزة الأمنية استعداداتها لتنفيذ خطة أمنية من خلال نشر عناصرها لتأمين العاصمة، فيما تتواصل طقوس الطائفة المسيحية للاحتفال بهذه المناسبة إلى جانب الطوائف الأخرى. في الأسواق أشجار الأعياد تنتشر في بغداد، وفي الشوارع مظاهر الاحتفال بدت بالظهور. أمام الكنائس يحضر الأمن بكثافة، وزارة الداخلية وقواها المتعددة وخاصة النجدة مصحوبة بفرق نسائية تنتشر في مداخل ومخارج الكنائس التي تستعد للولوج إلى موسم الأعياد الذي يبدأ في 25 من ديسمبر، مولد يسوع المسيح
عليه السلام. يحرسون حراسة الليل نوباً على مراعي. طقوس خاصة يتبعها أبناء طائفة المسيحية في أعياد الميلاد، احتفالات دينية وصلوات خاصة بالمناسبة، تتبعها اجتماعات عائلية واحتفالات اجتماعية. شجرة الميلاد شعار لهذه المناسبة، ولا تقف الاحتفالات عند المسيحيين، بل يشاركهم المسلمون بهذه المناسبة بمظاهر تختلف بين منطقة وأخرى. عام آخر يمضي وما زالت الآلاف من الأسر المسيحية قاطنة في مخيمات النزوح بفعل داعش ومخلفاته موزعين على مخيمات بغداد وأقليم كردستان، ورغم هذا لن يتغيبوا عن أداء طقوس هذه المناسبة. وبالعودة إلى الجهد الأمني، فإن ما تشهده البلاد من استقرار يعطي رسائل إيجابية إلى أبناء الوطن المغتربين والمتخوفين من الوضع الأمني، فهذه الطقوس والشعائر تحظى باهتمام حكومي وشعبي يعزز مكانة واحترام الأقليات في البلاد. مصطفى حمدي، الرشيد الفضائية. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي العميد محمد الربيعي مدير شرطة النجدة، مرحبا بك معنا. يوجد تأهب أمني عالمي عشية الاحتفال برأس السنة، كيف هي الإجراءات الأمنية وهل هناك خطة لحفظ الأمن من جهة، وأيضا ألا تؤثر على حركة السير من جهة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لقناتكم الكريمة، نبارك الشعب العراقي العظيم بمولد سيدنا المسيح وحلول العام الميلادي الجديد، عام الخير والبركة والفرح والسرور على وطننا وشعبنا وأهلنا وناسنا بجميع قومياتهم وأطيافهم. حقيقة حاليا بالوقت الحاضر الحالي صادف قداس موجود ضمن سفينة ضمن كنيسة عفوا كنيسة النجاة ضمن منطقة الكرادة، وحرصت على أن أجي لقناتكم الكريمة حتى أدلي بكل المعلومات الأمنية اللي موجودة وتوفير كافة السبل الأمنية وتهيئتها لمواطنيها الكرام من جميع طوائف شعبنا. طبعا عيد الميلاد المجيد يتميز بكونه لكل أطياف الشعب العراقي، وإلى ميزة ونكهة خاصة حقيقة. كل تضاف كل العوائل، كل تشوفين كل العوائل المسلمة تشاطر أخوانها من الطائفة المسيحية بتقديم أيضا الهدايا ومشاركتهم في القداس المجيد في الكنائس ويكونون قريب لهم. طبعا الخطة الأمنية شرعت وزارة الداخلية حقيقة وبالتنسيق الكامل مع قيادة عمليات بغداد ومن غرفة عمليات محكمة، ومن خلال توجيهات للسيد الوكيل الأقدم للوزارة والسيد الوكيل للوزارة لشؤون الشرطة والسيد قائد عمليات بغداد المحترمون بوضع خطة أمنية لكل القيادات الأمنية ضمن حدود مدينة بغداد الحبيبة لتهيئة السبل الأمنية وتأمين كل الكنائس والمتنزهات والأسواق والمحال التجارية باعتبار وتوزيع كل الأجهزة الأمنية كل من ضمن الواجبات المناطة به. كان واجبات النجدة حقيقة تأمين الطوق الخارجي لكل الكنائس، حيث من قبل يومين شرعت دورياتنا بالانتشار المكثف لجميع الكنائس حدود مدينة بغداد الحبيبة لمشاركة ومشاطرة أفراح أهلنا وناسنا من الطائفة المسيحية. كذلك أنا أسلفت أنه هي يعتبر عيد الميلاد المجيد هو عيد لكل العراقيين، فراح تكتظ الأسواق، تكتظ المولات، تكتظ المحلات التجارية بالمواطنين. فحقيقة كل نعم. في ظل هذه النقطة التي ذكرتها، نعم. يعني قلت أنه من تكتظ المولات وأيضا الكنائس والأماكن التي يرتادها يعني المواطنون في أيام عيد رأس السنة، هل سيتم تأمين هذه المناطق مثلا بقطع الشارع الذي يحوي على مول أو الكنيسة، أم فقط سوف يكون هناك انتشار أمني؟ وأنت كما تعلم أنه حتى موضوع أنه تم رفع السيطرات في أكثر السيطرات في بغداد تم رفعها، يعني هل سوف تعتمدون على الجهد الاستخباراتي؟ طبعا بالتأكيد قطع يعني نهائيا، ماكو يعني هاي توجيهات وزارة الداخلية وتوجيهات قيادة عمليات بغداد، قطع نهائيا ماكو للشارع، الحياة عادية، تكون الدوريات والأجهزة الأمنية والاستخبارية منتشرة على طول
مع منتشرة ويا مع المواطنين لتأمين الحالة الأمنية للمواطن. الأمن بعد انتصارات شعبنا على داعش أصبحت حالة الأمن كلها بفضل المواطن العراقي وبشكل عام والمواطن البغدادي شاطر الأجهزة الأمنية بكل معلومات أمنية واستخبارية، فالحالة الأمنية جدا طبيعية. إخوانهم الأمنيين يعني إحنا نحب إنه نوصل الرسالة لكل المواطنين البغداديين بشكل عام وأن المسيحيين حول تأمين مراسيم القداس بشكل كامل وتأمين الأفراح بشكل كامل ومن خلال خطة محكمة، حيث رجال النجدة والأجهزة الاستخبارية وأجهزة وزارة الداخلية منتشرة مع المواطنين لغرض تأمين أفراحهم وتأمين هاي المناسبة العزيزة وتأمين الأسواق والمحلات والمولات وكل الكنائس اللي تصير بها القداس. يعني مثلا في دبي تم استبدال موضوع الإطلاقات النارية بإطلاقات نارية لكن عن طريق الليزر، فهل لديكم تنسيق مع فرق الدفاع المدني على الإطفاء حول هذا الموضوع؟ أنت تعلم أنه في كل عيد رأس السنة يتم شراء هذه الألعاب النارية. طبعا تنسيق محكم وتنسيق مباشر وحتى مع الأخوة في أمانة بغداد. طبعا حتى الأماكن اللي راح تكون لها هاي اللي موجودة اللي هي المفرقعات الهوائية اللي تسمى بالتسمية الدارجة الصعادات هي لغرض زرع البهجة وتكون تحت سيطرة أجهزة الأمن كافة من خلال بين الأنهار راح يكون مناطق معينة من بغداد، مناطق الجادرية ومناطق الكاظمية وغيرها، تنسيق كامل مع أمانة بغداد. كل المواطنين حقيقة متفاعلين مع الحالة الأمنية ولديمومة أفراحنا ومناسباتنا وظهور المناسبة العزيزة على قلوب كل العراقيين بالمظهر اللائق اللي يليق بأمن ونظام الدولة وبما يتناسب وحجم هاي المناسبة. كل الأجهزة مثل ما قلت لك مستنفرة ومتهيئة بشكل كامل، تنسيق كامل مع رجال المرور بعدم وجود القطع بالنسبة لفك الازدحامات والاختناقات الخاصة بالعجلات وكل كل الطرق الأمنية وكل السبل الأمنية موفريها وبشكل كامل لتهيئة الحالة الأمنية بما يتناسب مع الفرح بالنسبة للمواطن البغدادي. العميد محمد الربيعي مدير شرطة النجدة، شكرا لانضمامك معنا. شكرا جزيلا. شكرا. أما ملفنا الثالث فهو بيع المناصب الحكومية يواصل إثارة ردود الفعل وتظاهر وسط بغداد للمطالبة بالتحقيق وكشف المفسدين. تبادل الاتهامات بين السياسيين في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول بيع المناصب الوزارية والدرجات الخاصة دفع بعدد من المواطنين إلى التظاهر أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بفتح تحقيقات بتلك الملفات. بينما يرتب هذا الرجل أوراقه ويكتب مطالبه، يتجمع زملائه الآخرون أمام بوابة مجلس القضاء الأعلى يرفعون شعارات تحمل في طياتها مطالب إلى السلطة القضائية بأن تأخذ دورها بفتح ملفات بيع المناصب الحكومية. هناك تغريدات عبر تويتر ظهرت من سياسيين اثنين هم حيدر الملا ومشعان الجبوري، وضحوا أن هناك مقطع فيديو سلم للسيد عادل عبد المهدي، يوضح هناك في المقطع الفيديو هناك بيع وشراء لأحدى مناصب منصب مدير عام في إحدى الوزارات. هذا الموضوع يجب الدعاء العام يرسل بطلب هؤلاء من ادعى هذا الموضوع ليوضح للرأي العام. نحن هنا نطلب توضيحات للرأي العام من قبل مجلس القضاء الأعلى. نحن لسنا جهة تنفيذية، نحن متظاهرين مواطنين عراقيين نطالب بما يحدث ويحصل داخل دهاليز العملية السياسية. لا يهتم هؤلاء إن زاد عددهم أو نقص، ما يهمهم ترسيخ ثقافة الاحتجاج والتظاهر في وقت تأخذ فيه تنسيقيات المحافظات الأخرى طرق التصعيد. احجارت ما تعجبك تفشخك، ترى لا يستصغرون انه احنا مجموعة قليلة لكن نشتغل كل واحد اعداد الالاف نسقن كل المحافظات والله العظيم، يعني ضالين بالنسبة لنا على الشرارة، وهاي البصرة تشهد على ذلك. تعرف انه من 2011 كانت التظاهرات، الان ازيح الحزب الذي كان يقود السلطة، هذه النتائج غير مباشرة وهنالك نتائج أيضا غير مباشرة سوف تظهر. على سبيل المثال وجود عدد ليس بالقليل في داخل البرلمان، وأيضا هنالك مناهج جديدة في داخل اختيار الوزراء
أنه لا تكون محاصصة إلى حد كبير الآن. الاتهامات المتبادلة بين حديثي السياسة وروادها بوجود بيع للمناصب الوزارية والدرجات الخاصة يضع الحكومة أمام تحد صعب في كشف تلك الملفات أو برهنة عدم وجودها. أرشد الحاكم الرشيد الفضائية. والحديث أكثر عن حيثيات هذا الموضوع ينضم معي مشرقة الفريجي ناشط مدني، مرحبا بك معنا. يعني نسمع بين الحين والآخر عن رد دعوات تقدم إلى القضاء الأعلى، ربما هناك من يشكك باستقلالية القضاء العراقي. نحن لا نريد أن نتبنى موضوع التشكيك، لكن دعنا قبل كل شيء أن نسمي الأشياء بمسمياتها. هل فعلا أنه مجلس القضاء العراقي إذا كل الكم الهائل من الملفات السياسية هل هو فعلا مستقل؟ شكرا جزيلا للاستضافة على نشرة الأخبار لهذا اليوم. حقيقة نحن نسمي الأشياء بمسمياتها دون خوف أو وجل من أي عملية. هناك تهم فساد وهناك سياسيين واضحين يتكلموا عن حالات فساد جرت في حياتهم السياسية، هم من قاموا بهذه العمليات الفساد. هناك أعضاء مجلس النواب سابقين تحدثوا أنه هناك كوميشيونات يأخذوها من المقاولات، هناك سياسيين تحدثوا أنهم قبضوا رشوة، هناك سياسيين اعترفوا أنه فاسدين، هناك سياسيين اعترفوا أنهم لا يهتمون لوضع الشعب، ممكن أن يهاجروا ويسافروا في أي لحظة إذا ما حدث شيء في العراق، ولكن مع الأسف دون تدخل من القضاء من الادعاء العام باستدعاء هؤلاء وأخذ اعترافاتهم والتكلم معهم حول هذه الاعترافات الخطيرة والكلام الصريح الذي يعتبر هو استهانة بالشعب العراقي الذين كانوا يتكلمون فيه علانية دون خوف أمام الشارع وأمام كاميرات الصحافة والإعلام. طيب لنتحدث مثلا عن موضوع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الذي المحكمة الاتحادية ردت الدعوة الطعن المقدمة من قبل النائب طلال الزوبعي، ما هو تعليقكم حول هذا الموضوع وهل هو رد قضائي مهني مستقل؟ والله احنا الصراحة نشكك بأي قضية تدخل فيها السياسيين والساسة، خاصة هؤلاء السياسيين جميعهم أو ليس جميعهم الذين تكررت وجوههم في البرلمان بأحزابهم، هؤلاء أصبحت لدينا عدم ثقة بهذه الشخصيات حتى بتعاملهم مع القضاء. هناك قضايا كثيرة كانت تمرر حسب رغبات قادة سياسيين وقادة معروفين في الوسط السياسي العراقي. مثال على ذلك إذا تذكرون أنتم القائمة الوطنية مثلا فازت في انتخابات ثم بعد ذلك تم الانقلاب عليها بموضوعة أخرى وهي موضوعة الكتلة الأكبر بعد الانتخابات، وهذا ما يحدث الآن أيضا في الحالات البرلمانية من انتقال النواب من قائمة إلى أخرى دون الالتزام على الأقل الإخلاقي إذا مو الالتزام بالقانون مع والبقاء مع الكتلة الأم. لكن للأسف هذا التشظي وعدم الثبات من قبل القضاة بتوضيح أنهم مع الشعب العراقي والتوضيح أنهم مع الصوت العراقي أصبح هناك شكوك كثيرة تحوم حول ما يجري حقيقة في 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 كل الأوامر القضائية التي تصدر لديهم. لكن هناك أستاذ هناك يعني لكي لا نهمش دور المحكمة الاتحادية هناك الكثير من القرارات المهمة والصائبة اتخذتها مثل موضوع قانون مجلس النواب منها إلغاء حق تقاضي النائب عن الغير، وأيضا قضت بعدم دستورية المادة 13 التي خصصت لرئيس المجلس ونائبيه وأيضا أعضاء البرلمان الرواتب التقاعدية. منذ 2013 انطلقت هذه الحملة من كثير من الناشطين في بغداد والمحافظات، هذه حملة كانت كبيرة لإلغاء تقاعد البرلمانيين، لكن من 2013 اليوم احنا في 2018 او في نهاية 2018 الى 6 سنوات، هسه القضاء يلا اتكلم عن هذا الموضوع، وين كان هاي 6 سنين اللي راحت اللي كانت واضحة؟ ولكن للعلم هم صح هم ما راح يكون لهم رواتب تقاعدية ضمن التقاعد اللي هم نصوا ضمن المادة 13، لكن هم لديهم ضمن على قانون التقاعد الموحد، هذا ايضا ممكن الشخص بعد ان ينهي العمل البرلماني ممكن ان يرجع الى عمله السابق بممارسه عمله السابقه، ممكن يطلع تقاعد من دائرته السابقه وليس ان ياخذ راتب تقاعدي عن 4 سنوات اذا ما تم احتسابه
هو كل اسبوعين يوم يومين، اي بالشهر 8 أيام في السنه، في السنه 80 يوم ممكن انه عمل له في السنه على 4 سنوات، ما ممكن انه يستلم هاي الرواتب التقاعديه الكبيره. تاخر، حتى تاخر القضاء هو هذا يمثل ان ارهاق حقيقه. المفروض انه القضاء يكون سريع الاستجابه، لا يطاول ولا يمهل الفاسدين حينما يتمكنوا ويبنوا أدواتهم بالاحتراز وحماية مصالحهم. يعني سمعنا سابقا وحتى الآن نسمع بشراء مناصب وزارية، مناصب مدراء عامين وغيرها. يعني برأيك أستاذ، يعني هل لعدم وجود توفر أدلة كافية للمحكمة الاتحادية لكي يعني ترد على هذا الموضوع؟ ربما لعدم توفر الأدلة. حقيقة التغريدات واضحة من قبل الساسة، معروفين في الوسط السياسي الحالي، تكلموا عن وجود تسجيل فيديو سلم إلى السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوضح عملية بيع وشراء لمنصب مدير عام في إحدى الوزارات، لم يتم ذكرها في تغريداتهم. أن هذا التسجيل الفيديو هو واضح يوضح عملية البيع والشراء، إذن هو هناك دليل واضح وقطعي ممكن للمحكمة الاتحادية والادعاء المحكمة والادعاء العام استخدامه لبرهنة السلبية الموجودة حقيقة في هذا الموضوع بيع وشراء الأصوات. ما على الادعاء العام إلا الإرسال بمن كتب هذه التغريدات بهذه الشخصيتين السياسيتين واستجوابهم والتعرف على هذه المعلومات من أين أتت وحقيقتها والوصول إليها وإعلام الرأي العام بما يحدث، حتى يكون لنا دور في تثمين دور القضاء إذا ما كانت هذه الخطوة حقيقة حاضرة. الناشط المدني مشرق الفريجي، شكرا لانضمامك معنا. السادسة انتهت وكان فيها. البرلمان يصوت على وزيري التربية والهجرة والمهاجرين ويرفض الجربة ويرجئ حسم الداخلية. استعدادات أمنية لتأمين أعياد رأس السنة ومواطنون يتهيئون للاحتفال بالمناسبة. بيع المناصب الحكومية يواصل إثارة ردود الفعل وتظاهر وسط بغداد للمطالبة بالتحقيق وكشف المفسدين. للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني www.rashidmedia.com، كما يمكنكم متابعتنا على صفحاتنا عبر الفيسبوك وتويتر ويوتيوب. أشكركم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ظهور خيوط الضوء الأولى تظهر مشاريع واستثمارات جديدة. في كل ثانية تمر ترتفع وتنخفض أسهم لمشاريع اقتصادية مختلفة، ليبقى مال واستثمار سيد العالم. المشهد الأخير مع هيفاء الحسيني. الرشيد نيوز، وكالة إخبارية من العراق ولأجل العراق. مصداقية الخبر وعمق التحليل، الدقة في المتابعة والمهنية في الأداء. الرشيد نيوز، عينك على العراق والعالم. We'll be right back.
الثامنة سنضع النقاط على الحروف ليكون المواطن الشاهد والفيصل. الثامنة مع أحمد الطيب. حالياً دا أحس إنه حياتي صارت أسهل وأسرع وماكو أي تلكؤ ولا معوقات.